أهلا بكم في موطن الأعشاء، المكان الذي نبتت فيه القصيدة، والزمان الذي يصافحكم بالوزن والقافية. أنا أبو عمرو بن العلاء، شيخ القراءة والعربية، وأحد قراء القرآن السبع. فأهلا وسهلا بكم في حكاية الأعشاء. فلا أهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغاة إلى القعقاع، ترد المياه فما تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماع. أنا الأعشى في العمر 10 سنوات. أبا مسمع، إني امرؤ من قبيلة بنى لي مجدا موتها وحياتها، فلسنا لباغي المهملات بقرفة إذا ما طها بالليل منتشراتها، فلا تلمس الأفعى يداك تريدها، ودعها إذا ما غيبتها سفاتها. طبعا هذا دور الأعشى بعمر 16 وقت المراهقة. أنا المسيب خال الأعشى، كبر هذا الفتى ليصبح شاعرا جزلا فصيحا يأتي لسماعه القاصي والداني. وقلت مادحا في القعقاع ابن معبد، فلا أهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى القعقاع، ترد المياه فما تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماعي. شخصيتي هي شخصية كسرى ملك الفرس، في أجسد وقتها مقابلة الأعشى لما جاء ليوان كسرى علشان يمدحه بحيث أنه يأخذ منا بعض الهدايا. والله احنا دربنا عليه الوقت جدا طويل لين ما خلاص الحمد لله تقمصنا الشخصية، وكان متعب للأمانة، حتى تدريب على الحركة، النظرة، الابتسامة، حتى نبرة الصوت، فبس الحمد لله يعني طلعنا في شيء جميل الحمد. أما وجدتك الحرب يثور نابها على المرء نعاسا على كل مرقد.